تجي ورينا هذيك. اخواني المتابعين الكرام، كما كتابعوا معنا على المباشر، لازلنا كيف تتم سرقة بنك في هذه الاثناء. المشاهدين الكرام، كما كتشاهدوا معايا مشاهدينا الكرام، كما كتبوا معنا لازلنا معكم على المباشر، يعني كيف تمت عندك إذن مشاهدي الرجاء، مشاهدي الكرام، مشاهدين كما كتبوا معنا، لازلنا معكم على المباشر، مشاهدي جنة 36 كما كتبوا معنا في هذا الأثناء، لعملية كيف سرقة بلاتي أشرفها بلاتي زيد ما يبانش.
متابعينا الكرام، كما كتبوا معنا لازلنا معكم المباشر يعني حضور رجال الأمن المكتف بمدينة قنيطرة وحضور كل رئيس المنطقة الأمنية ووالي الأمن. هذا هو الشاب الثاني اللي تعليمات تعليمات من غالي الأمن. تعليمات من والي الأمن القنيطرة في هذا الأثناء. الإخوان كان لازم معكم المباشر يعني تمثيل عملية الجريمة سرقة هذا الأبناء. اخوان ما اسمحوا لنا ممكن ما نشوفش لكم الكومونتات ديالكم لاننا كانت عندنا الكونيكسيون ضعيفه. مشاهدي الأجواء، مشاهدينا الكرام، مشاهدين الجرية الوطنية كسر 30 في حضور حضور مكثف من رجال الأمن في هذا الأثناء. متابعينا الكرام، متابعين الجريدة الوطنية 36 في هذا الأثناء، يعني كما كتابوا معنا إخوان الأخوات المتابعين وحضور كل من والي الأمن. إعادة تمثيل الجريمة باش يشوفوا كذلك الطرق والحيثيات والأساليب اللي اعتمدوها هاد الجونات هادو من أجل أنهم يقتحموا البنك ويقوموا بالسرقة ديالو أو يحاولوا السرقة ديالو، لأنهم ما تمكنوش كما سبق وأنا أشرنا، لأن الأمن استشعر على أنه هناك شيء ليس بالعادي، فبالتالي التدخل كان سريع وقوي وتمكنوا من أنهم يحطوا هذه العملية وتمكنوا من أنهم يقطعوا الجونات. اليوم نقف على تمثيل الجريمة باش يشوفوا كيفاش فكروا هذه العصابة هذه على أنها تدخل هذا البنك هذا أو الطرق كيفاش غادي يعتمدوا عليها. فاليوم مازالين معهم خطوة بخطوة، الآن دخلوا البنك، ممنوع طبعا على رجال الإعلام أنهم يدخلوا البنك لأن مقر خاص، فبالتالي كنتظروا أنهم يخرجوا باش نكملوا معاهم كيفاش وقعت الجريمة هذه أو